السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على حكيم زياش، وين يصبح بطل القومي في غلطة سراي لدى جماهير غلطة سراي بقيادته لفوز في الدور التركي، وين سجل كذلك هدف، وين أصبح النجم الدولي المغربي حكيم زياش بطل قومي لدى جماهير نادي غلطة سراي، يعني أشهر وأقوى أندية الدور التركي. يعني غلطة سراي هذه يعني منتخبات، يعني منتخب من قلت لك من الأندية المشهورة في أوروبا، خاصة في الدور التركي، يعني ما هوش منتخب عادية. وعاد النجم الدولي المغربي للتسجيل اسمه بقوة بقميص نادي الإسطنبول بتسجيل هدف جميل في الدقيقة 82 لفريقه في الدور التركي ضد نادي يعني سبور ضمن الجولة 14 من الدور التركي، حيث فازت غلطة سراي بهدفين لصفر خارج القواعد. وكان النجم الدولي المغربي قد قاد ناديه التركي للتعادل المثير في دور أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة، وإن امتلأت صفحات النادي التركي والجماهير يعني على شبكة التواصل الاجتماعي بصور حكيم زياش، والذي أصبح يسمى القاضي الذي يحكم بفوز أو التعادل فريقه مع أي نادي كان. يا ودي لعاب كبير هذا، يا ودي لعاب كبير حكيم زياش. كما يقول لك الذهب لي ما يتصداش. أنا نقول لكم حكيم زياش حاجة كبيرة. حكيم زياش ناس غلطين من يبدأوا يقول لك كلا وراح ويودي كلا، هذه هدرة. وين سجل هدف جديد حكيم زياش مع غلطة سراي ويستمر في التألق. يودي عاود ولا هذا اللاعب، هذا اللاعب عاود ولا حكيم زياش عاود ولا عاود ولا عاود. هذو هما اللاعبين، يعني ما كانش ومشي كان هو يفوت حكيم زياش، مشي هو كان يفوت في فترة فراغ. حكيم زياش كان مظلوم في تشيلسي، هذه حكيم زياش كان مظلوم في تشيلسي. هذا مكان وما حكيم زياش كو تشيلسي ما عرفوش يستعملوا اللعب. انا نقولها ونعاودها، تشيلسي ضيعت لعب كبير. خاطر هذا خريج مدرسة اياكس امستردام، كاش هي لا ولا مدرسة هذه تاع انتما تش تخرج لعاب. هذه المدرسة كانت تغذي اوروبا كومبلي، كان خزان هذه المدرسة. وما زال لا يمانيش نتبع مليح هكا اللعابة مين راهم جايين من وين تكونوا كلش. على ما نعرف تاريخ تاع اياكس امستردام يعني كانت خزان تاع اوروبا. انا نقول لكم كانت خزان تاع اوروبا. حكيم زياش خارج من مدرسة يعني عريقة خويا، مدرسة اللي خارج منها لاعبين يعني لاعبين صنعوا تاريخ كرة القدم، طوروا كرة القدم ليا. ويستمر النجم المغربي حكيم زياش في تألقه وبروزه متمكن من تسجيل في مباراة التي جرت يوم السبت بين غلطة سراي وبانديك سبور لحساب الجولة 14 من الدور التركي. ونجح زياش في تسجيل هدف ثاني لغلطة سراي عند الدقيقة 82 من تسديدة بعيدة، يعني وين شانا لم يفلح الحارس المرمى الفريق المنافس في التصدي لها. يا ودي راهي مركي من بعيد هذا، عاود هذا ذاك الكراع تاعو هذاك اللي قال لك راه مبليسي. وين مبليسي؟ وين مبليسي؟ تاعش كراع على مبليسي منه. هذا اللي قال براي تيري من 60 هذا الله ما شاء الله عليه. والله
قال لك راهوك ما يطيش يجري، واخا قال لك واحد قال لك ما يطيش يجري، راه مريض تاع السعوديه قال لك ما يطيش يجري، يروح يبين لكم بلي هذا راه يرخب من السواسون تاع، من السواسون تاع الكيري هذا. يقول لك هذا كراو راكم حاسبينو حديد يتصداو، هذا ذهب، هذا ذهب لي ما يتصداش كاع. واما نزياس فوز فريقه في مباراه مقدمه مقدم مردود قوي يزكي مستويات الكبيرة التي بات يعرضها في مباريات الفريق التركي. وعاود ولا عاود ولا ما شاء الله عليه، عاود ولا وعاد النجم زياش للسطوع في الموسم الحالي بتألقه مع غلطة سراي، وخاصة في المباراة الماضية له بالدور أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد بتسجيله لثنائية من ركلتين حرتين وتقديم تمريرة حاسمة في مباراة واحدة، يعني وين منع امنع يعني منع دخل مانشستر يونايتد في الحسابات، رماها للحسابات، رماها للجحيم. نقولوا باللي حكيم زياش رمى مانشستر يونايتد الجحيم تاع بايرن ميونخ، اللي بايرن ميونخ ما شعره من الموسم ما خسرش، قاع ربحهم ما داش حتى التعادل في الدور المجموعات، هذه هي. هي كبيرة زياش، الناس غالطين. يقول لك حكيم زياش على بالك في 2020، حكيم زياش 2020 دافاني ثلاثية ثلاثية، وشاهدنا ما عطاوه لا 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 ماكراس على الدوزيام في احسن لاعب في افريقيا، لا والو، بصح عمرو لا هدر ولا المغاربه هدروا عليه ولا لا جامي، يعني كاين اللي ما داه والو، كاين اللي ما يديروه باللي دا. حك انا ماذا بيا حكيم زياش يدي لي تيت، انا تحيا حكيم زياش كيفاش عليكم، انا تحيا حكيم زياش وغير لكم موت. أما كبير حكيم زياش كي تشوف حكيم زياش تشوف أناقة تاع لعب، أناقة برازيلي تاع شمال إفريقيا، هادو كاين لاعبين كاين حبات برك، تشوف في تونس ولا في الجزائر ولا في المغرب كاين لاعبين شمال إفريقيا تولد اللعاب، شمال إفريقيا تولد اللعاب. كي تشوف حكيم زياش يعني تتفكر لاعبين مروا على المنتخبات التونسية، منتخبات منتخب الجزائري ومنتخب مغربي، على دائما نقول بلي كاين الجزائر كاين المغرب اللي تولد اللعاب في لافريك، وبأقل درجة كاين تونس وكاين فريق مصر، هذا مكان ما مليها. تشوف تايا لعابة تاع المنتخب سناس كيما هكا، كي تشوف اللعابة تاع المنتخب المغربي يعني راهم تشوفهم في التشكيلة المثالية في الكوب دورو، تشوفهم في التشكيلة المثالية في أحسن إحصائيات، تشوف حكيم زي تشوف الآخر حكيمي كيسمو أشرف حكيمي، تشوف مالك تشوف تايا مليابول ومازال ما مركاولوش مع شحال من بارتية، مازال ما مركاولوش، يعني هذا المنتخب نتايا منتخب هذا مازال يمد لك امل، او كدير غلطة وشو الارقام هذو، او شو هذو الارقام تخدم وتعطي تعطي يعني نقاط، او شو هذو الارقام، او كدير غلط كان يقول لك لا ما كان والو لا منا لا الا ما كان والو صاحبي ما وش لا ما كان والو، والناس يتخدم معه الناس يتخدم، الناس عندها بروجي، هذه هي مدرب تاع منتخب مغربي يعني عنده نظرة بعيدة، عنده الناس دوما حاسبينها سهلة ولا ماشي سهلة صاحبي، هذه هي على الله، على الله ينجحه، ونتمنى لهم إن شاء الله هذا المنتخب المغربي كيما شرفنا في كأس العالم ووصل للنصف النهائي، نتمنى يدو يستاهلوا باش يدو كأس إفريقيا هذه، ويدو كاع الجوائز تاع الاتحاد الافريقي، نتمنى لو دوز ان شاء الله يدو كاع الجوائز.
عادية، قلنا لهم يدو كلش. بالتالي كاع خويا ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم. صحيح.